أجواء كلها فرحة وسعادة الحقيقة موجودة الآن في الكاميرون. النجم الكبير ساديو ماني بيرقص مع الجمهور بتاعه، لابس بقى الجلباب زي السنغالي الرسمي وبيرقص مع الجمهور بتاعه. ده أجواء جميلة جدا موجودة حاليا في الكاميرون. زي ما قلت إن البطولة دي تعتبر انتصار لإفريقيا بعد كل ما أثير عن عدم إقامة البطولة قبلها بشهر. إحنا بقالنا شهر في القصة دي لغاية ما انطلقت بشكل رسمي النهاردة في الكاميرون. يسعدني يكون معايا نجمين فراودة، فراودة في الملعب، الاثنين كانوا فراودة في الملعب وكمان فراودة في التحليل. خلينا نبدا بالكابتن اسامه خليل نجمنا الفيرود في الملعب وفي التحليل. راس حربه راس حربه في الاثنين، ومعايا راس حربه تاني بس يجيل بعد كابتن اسامه شويه. راس حربه برضو كبير وفيرود في التحليل كابتن وليد عبد اللطيف. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وعايز اقول ان شرفني طبعا ان انا ابقى متواجد مع حضرتك ومع الكابتن اسامه، قامه كبيره جدا يعني. طبعا انت اللي هي اتفرجت على كابتن اسامه وانت صغير ولا لا؟ انت بطلت سنه كام يعني؟ 87. 87 انت مواليد كام؟ 77. يعني هو بطل كنتش لحقت انت برضه تتفرج؟ كنت لسه كان لسه صغير وتتابع. وانت بدات تتابع؟ لا بس بعد كده الفيديوهات بقى وكنا بنشوفها وكده يعني. انت بدات تتابع من امتى؟ يعني خدت بالك امتى ان انت لعيب كوره يعني؟ انا؟ لا انا كان عندك كام سنه؟ لا 10 سنين بلعب كوره، من 10 سنين في المنصوره. في النادي المنصور في مدرسه الكوره يعني. يعني بدات من مدرسه الكوره من النادي. ما لعبتش في حته قبل المنصوره؟ لا خالص، المنصوره على طول. المنصوره على الزمالك. المنصوره على الزمالك. طب تمام تمام. طيب يعني كابتن حسام مع بعض خلي بالك. طبعا انا فاهم يعني، بس من 10 سنين يعني وانت عندك 10 سنين كانت سنه كام؟ 87. كنت انا 8. كابتن اسامه يعني خليني اقول لك الاجواء حلوه في افريقيا جدا. يعني تحس ان الناس فرحانه يعني، بعيد عن الملعب بقى والمصطير الاخضر. يعني بيجي لنا فيدباك كتير من اللي بيرقص واللي في الشارع بيغني، والاجواء حلوه يعني، الناس بتستمتع ببطوله كبيره زي دي. ما انت لازم يا محمد نفكر في ثقافه الافريقي. يعني البهجه، الرأس، طيبين خالص جدا يعني. انا والله اتذكر يا محمد لما كنا بنسافر افريقيا بالذات، الناس مسالمه جدا. صحيح بصرف نظر عن العصبيه بتاعه المباريات ومين يكسب ومين، لكن في مسالمه جدا وطيبين جدا ومحبين جدا للضيف يعني. خصوصا المصريين. ها خصوصا المصريين. لا تعرف احنا برضه عندنا كده طبيعه حلوه. لا يعني انا سافرت دول افريقيه كتير، تلاقوا مثلا مصر دي بالنسبه لهم عظيمه جدا. وفي شوارع هناك كنت لاقيها باسم جمال عبد الناصر. بالظبط، في وقت نكرومه بقى. طب اقول لك على حاجه، انا كنت في غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه دي بتعرف في المحيط. يعني في بطن القاره. ما هي استوائيه. هي في البطن. هي جزر كمان. حتى طبعًا. جزيرتين في المحيط والثالثه جوه القاره. وبيتنقلوا حتى بمراكب او طيارات يعني، ما فيش طرق بريه. لا كله في الجزيره. فما عرفوا ان انا مصري يا سلام. لدرجه عملوا لي ميعاد مع وزير البنيه التحتيه. فوجئت وانا هناك كنت بشغل يعني. والله صحيح يعني، كان شركه المقاولين العرب هناك الحقيقه عامله شغل جبار. عامله شغل جامد. هايل الحقيقه يعني. اتكلم معايا الراجل قد ايه مصر عظيمه، وقد ايه مصر كانت بتقدم لهم مساعدات، وقد ايه مصر هم ممتنين بيها جدا. تتكلم في 40 سنه فاتت ولا 50 سنه فاتت. تعرف يا محمد مدينه البعوث الاسلاميه اللي هي هنا عندنا في مصر هنا، نسبه كبيره جدا من الطلبه واللي اصبحوا مفكرين واصبحوا قاده طبعا اتعلموا في مصر. وده شيء رائع حقيقه يعني، اللي اظهر الحمد لله رب قايم بدور اكثر من رائع لاستقطاب الشباب الصغير ده واحتضانه. المردود بتاعه لما بيرجعوا على بلادهم بيبقى رائع، وهم بيرتاحوا عندنا جدا يعني، وبيرتاحوا جدا. ده يعني احنا من الشعوب اللي بيندمج جواها اي حد. ما هو دي عظمة مصر يا محمد. بصراحة ان احنا على مر التاريخ مرينا بالغزاة. لكن غزاة مصر ما أثروش في مصر في ثقافة المصريين خالص، من ناحية اللغة،
من ناحية العادات من ناحية التقاليد، لكن العكس يعني تبص تلاقي بيجي عشان يحتل البلد أو يعيش في البلد ويحاول يخرج بثقافتك، بالعكس هو بيتجوز من البلد ويتكلم مصري ويأكل. صحيح، لو المصريين كمان يعني شوف حتى آخر 10 سنين الثورات والمشاكل اللي حصلت في الدول كتير، يعني هتلاقي مصر مليانة سوريين، مليانة عراقيين، مليانة ليبيين، مليانة من جنسيات كتير جدا، ونص مليون سوري، وعمرك ما على 5.5 مليون كابتن ما حسناش ابدا ده سوري او لا اطلاقا. كمان يا استاذ محمد كابتن اسامه، انت يعني لو اتكلمنا بقى على ايام الاحتلال الفرنسي والانجليزي احنا الشعب الوحيد يعني غير مثلا الجزائر وتونس خدوا اللغه، خدوا اللغه وعادات برضو بعض العادات، لكن احنا برضو شعب مصري ولا خدنا اللغه ولا خدنا العادات والتقاليد، فضلنا متأصلين بالعادات بتاعتنا وباللغة بتاعتنا. يعني عايز أقولك في ليبيا واخدين كلمات من طليانية عشان احتلال إيطاليا. يعني الشباك عارفش اسمه روشن، طب ما أسأل يقولك ده بالطلياني. صحيح، ما انا بقول لحضرتك احنا في مصر لا ما احنا ما خدناش، لا ده كلام سليم، احنا مصر. شعب الحمد لله بيستوعب اي حد واحنا كنا اخوات في الاخر. كابتن وليد انزعجت لما اتقال ان بطولة افريقيا هتتأجل ك ك ك كلاعب كرة افريقي كحدث افريقي؟ طبعا، لكن انا بصيت برضو من الحتة الصحية اكتر استاذ محمد، ان انت بتتكلم في وقت ان الامور وكورونا منتشرة جدا وفي خوف على اللعيبة بتاعتنا، واحنا سامعين وشايفين الاخبار ان على مستوى العالم نسبة كورونا زادت جدا. بس ايه الفرق؟ ما محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي، عنده كورونا في الفرقة في ليفربول قد كده، خمس ديورج كلوب كورونا، والمدرب بتاعه والمساعد بتاعه باربعة خمسة في الفرقة، وفي ماتشات اتأجلت عشان كورونا. بس هي الفكرة ان الهجمة دي كبيرة شوية، وشايفين ان عدد كبير جدا بدأ يصاب من كورونا الفيروس الجديد ده المتحور يعني. والله قلت بيني وبين نفسي ان انت ده حدث افريقي وحدث احنا بنستناه على طول ومؤجل تعرف كان 19 المفروض لها في الكاميرون، فاحنا خدناها بسبب عدم الجاهزيه فتاجلت ل 21 ما تاجلت ل 22. صحيح، لكن كان صعب تاجل تاني. هو صعب تاجل، لكن برضو في اهم حاجه الانسان او اهم حاجه صحه البني ادم. فانا متخوف من القصه دي وكنت متخوف، لكن خلاص احنا خلينا نتكلم في انطلقت بيت مبسوط خلاص. طبعا دلوقتي في حدث افريقي بنتفرج عليه، بنشوف لعيبه جديده، بنشوف فنيات عاليه، بنشوف تكتيك معين، بنشوف اداء بعض اللعيبه المحترفه بره مع فرقها. لكن انا شايف ان كورونا هتاثر على بعض المنتخبات في غياب النجوم بتاعتها، يعني عندك السنغال، عندك المغرب، عندك منتخبات كبيرة. طب كابتن أسامة، بتعتبر إقامة البطولة انتصار للأفارقة بعد الجيم بين الأفارقة والأوروبيين اللي حصل الفترة اللي فاتت، وإنفانتينو مع موتسيبي مع سامو إيتو كمان تحديدا الأشهر سيوف؟ والله أنا عاجبني جدا سامو إيتو، أشهر سيوف في وجه الجميع يعني. جدا حقيقة. وفرق يعني، هو تعرف نجح لسه قريب، هو لسه رئيس اتحاد الكاميروني بالظبط، بس خد على عاتقه إن البطولة لازم تتلعب. لازم تتلعب، وهو صح. اصل شوف يعني كورونا او اوميكرون زي ما بيسموها حاليا اصبحت واقع ولازم نعيش معها، لان الفيروس واحنا انا طبعا مش طبيب بس يعني من القراءات بيتحور، يعني بيقاوم يعني جهاز المناعه بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني يخلص عليه، لا ده هو بيتحور وبيتزاكى على جهاز المناعه وبالتالي بيطور من نفسه فبيبان بشكل جديد. فالموضوع اصبح واقع، لكن ايه الدور بقى؟ ان لازم احنا ناخد بالنا. يعني انت بتوجه بقى الوقت الرساله للناس العاديه اللي بيتفرجوا علينا. بالظبط كده، لا يعني ولا درس يعني لنا كلنا. كلنا يعني محمد، وفي ناس لغايه دلوقتي ما بتروحش تطعم، انا مش قادر افهم. غريبه، ما خدتش الجرعه الاولى على الاقل. ومتوفر يعني، ومتوفر، وكل يوم وزاره الصحه تقول يا جماعه روحوا يا جماعه روحوا روحوا روحوا. لا انا بسمع ان في ناس مش عايزه تطعم عشان مش خايفه من التطعيم، خايفه من حاجه يعني مش انا مش عارفه اوضحها، لكن ملهاش علاقه خالص بالتطعيم. ممكن يعمل لهم حاجه. بالظبط، انت يعني مش عايز اقول لا انا اعرف ناس كده اللي هو طعمنا، مش عارف امثله كتير للناس ان الناس اتطعمت كويسه. لا الحمد لله يا رب، واحنا بنقول للناس لا لازم لازم فعلا. ونسبه الكورونا يا كابتن لغير المطعمين اكبر جدا من المطعمين. ما ده الخوف، انت عارف انا رايي ان المكونات بتاعت التطعيم في تصوري
إذا لم تعلن فكان الموضوع هيعدي ويلا الطعام ويلا بتاع مش عارف ايه. فالناس لما بتقرأ القراية الكتيرة هيقول لك اصله ده فيروس ميت فمعرفش ده في الفيروس ده الديني ايه بتاع الفيروس بتاع ايه اصله ده فده الى حد كبير كل الناس انا يعني اتحقن بالفيروس يعني بالظبط هو ده الكلام فبيخاف يعني بس هو اي تطعيم ما هو بس احنا بنقول لهم لا اي يعني تطعيم ما هو فيروس مقتول بيحارب يعني كل تطعيمات لاي مرض اخر بالظبط زي كله درن وكل حاجه كله. لكن هو اصبح واقع فاحنا لازم نعيش معه وهو دورنا ان احنا فعلا لازم نطعم ويعني والقدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى كلنا تحت ايدين ربنا سبحانه وتعالى طبعاً فطبعا طبعاً يعني فدي رسالتنا لكل الناس اللي بتتفرج بالظبط. لكن مردوده ايه بقى جماهيريا يعني تتكلم في افريقيا النهارده افريقيا بتحب البهجه بتحب الرأس بتحب المزيكا بتحب التجمعات اللي فيها احتفاليات فمش هيحرموا نفسهم تمام علشان البطولة لا تقام مثلا في ملعبهم خصوصا ان الجو العام في الكاميرون النهاردة عايز يونيتي يا محمد عايز وحدة لان في انفصاليين وفي مشاكل سياسية يعني في وتعرف فدي فرصة كرة القدم تجمع الشعوب يعني ودي حلاوة الكرة ان هي فعلا بتجمع الشعوب ومشاكل ودي من اهدافها السامية يعني ده اهم هدف وبالتالي بتحس ان المردود بتاعها قد ايه رائع سياسيا ليه لان النهارده في انفصال في حركات انفصاليه وقت المباريات كل طبعا عايز بلده كله بيتوحد بقى خلاص بيتوحد فهنا بتقرب المسافه فالسياسيين بيستفيدوا بيها بطريقه صح وهنا المطلوب فبالتالي لا عدم إقامة مباريات الكرة تضر بالشعوب حقيقة حاليا يعني لكن لا اعمل ريستريكشنز على البوابات واعمل ريستريكشنز على كل إجراءاتك يعني. الإجراءات اللي هي الصحية الطبية السليمة لسلامة الناس لكن ما تلقيش البطولة تمام يعني فده كان انتصار للأفارقة انتصار لإيتو وصامور إيتو بالتحديد يعني تاخد بالك مقدم انفانتينو ده والله عاجبني جدا اصل ترى احنا لازم نتكلم في موضوع طيب ايه الفرق بين ايتو النجم بقى خلي بالك ايتو النجم الذي يصنع الخبر الذي يصنع الخبر ما النجوم بتصنع الخبر طبعا يعني اي تحرك ليهم كل الناس بتصنع الخبر طبعا لكن للاسف احنا عندنا من يمثلنا في الفيفا لا يصنع خبر هو تابع للخبر هنا الفرق بقى بين النجم وبين يعني اي حد تاني عشان كده ايتو نجح وسريعا لا ومردوده قوي لان الناس بتسمع له طيب انا بقى النجم بقى طبعا نجم كبير يفرق مع الكره الكاميرونيه وجود نجم زي ايتو على راس الاتحاد طبيعي طبعا اسمح يعني عندنا في مصر ممكن نلاقي صلاح مثلا رئيس هات كوره بس انا عايز بس اكمل بعد كابتن اسامه في حته اللي هو استغل نجوميته واستغل ان في الضغط على الاتحاد الدولي واتحاد اوروبا وعارف ان هي كتله افريقيا كتله اصواتيه كبيره مظبوط 55 صوت بالظبط كده فانت استغليت اهم حاجه ان انت استغليت بص انت قلت جزء مهم دي اعلى قاره تصويتيا في الاتحاد الدولي صحيح قاره افريقيا يعني اعلى من اوروبا ومن اسيا هو بيتكلم برضه هو مسنود يعني هو قوي وهو بيتكلم معتمد على نجوميته ومعتمد على التصويت او الكتله التصويتيه فده بيديله امتيازيه اكبر لكن الفكره برضو اللي هو مشى كلامه أو مشى رأيه إن وعمل اجتماع مجلس تنفيذي أو حاجة زي كده على ما أعرف يعني مكتب تنفيذي بتاع الكاف وهم عشان ما تتلعبش عشان ما تتلعبش التصويت وفي الآخر اتلعبت فده يعتبر انتصار قوي طبعا اللي هو مش هقول مشى كلامه لأن يعني هي لغة لكن نجوميته كان لها نجوميته تأثير طبعا في الضغط الإعلامي وفي الضغط على الاتحاد الإفريقي الفكرة أستاذ محمد في مين اللي مساعدك او مين النجوميه مش لوحدها هي اللي هتخليك تاخد القرار لازم في حاجه الدوله كلها معاها يعني دوله الكاميرون من رئيس الدوله لكل الناس هي دي الميزه ان انت دلوقتي النجوميه مش لوحدها اللي هي بتصنع القرار او تخليك ان انت تاخد قرار يغير مصير
اي حدث، لكن تبقى انت لازم تبقى مسنود نجومية، زائد انت مسنود في قاعده جماهيريه او قاعده تصويتيه زائد يعني الدوله. في مصر لو في زي سامويل، لو محمد صلاح في يوم من الايام بقى رئيس اتحاد كوره يفرق معانا؟ اكيد اكيد بخبراته ونجوميته طبعا، بس يبقى مدعوم برضه، ولازم القرارات اكيد هيبقى مدعوم ولازم القرارات تبقى صح برضه، ما انا مش هاخد اي قرار يعني لازم في حكمه في القرار، يعني النجوميه دي حاجه، الحكمه في القرار دي حاجه تانية، المسانده والدعم دي حاجه ثالثه. وانا بتصور النجوم دول بعد السنين اللي عمل في اوروبا واللعب الاكبر انديه، يعني سامو لقيته لعب في الانتر ميلان، لعب في برشلونه، لعب في اكبر انديه العالم، فاكتسب خبرات اداريه وفنيه قويه. بس برضه القرار برضه يا استاذ محمد مهم جدا، جرأة اتخاذ القرار في توقيت ايه وازاي، دي مهمه جدا. بس هو لعب على حاجه في غايه الاهميه. بص، هو افريقيا كام؟ 55 دولة. تمام؟ هنا وأنا خايف بقى من النقطة دي حقيقة، فعشان كده متابع قوي جدا للطريقة اللي بتستخدم الآن. إيتو نجح في إن هو يذكر كلمة بلاك أفريكان. أنت واخد بالك؟ لما يجي يتعاملوا معانا كده عشان احنا السمر. احنا وهنا حقيقه تخوف الاوروبيين جدا. طبعا جمله ديسكريميشن بقى، دخلنا بقى في عنصريه ودخلنا بقى في تفرقه، هم اساسا ودخلنا بقى في العالم كله المحاربون لهذه العنصريه بالظبط. واحنا السلوجان بتاعنا لا للعنصريه من ضمن الاهداف بتاعت الاتحاد الدولي. فهو نجح في الحته دي. الخوف بقى جدا، ده ذكاء، ما هو ده ذكاء النجم يا محمد. ما هو النجوم الكبار اللي لعبوا في اكبر دوريات اوروبا دي قيمه عاليه جدا. تمام؟ فبدا يلم مين بقى؟ خد بالك، وليهم تاثير قوي على شعوبهم. روجيه ميلا، دروبا، رئيس ليبيريا جورج وايا، وايا. تمام؟ ماني، ساديو ماني، كايتا. تمام، خلي بالك انت بتتكلم على فيجرز ليها تاثير قوي جدا وتقال جدا وتقال وجماهيرهم لعبوا في اكبر انديه العالم بقى خلاص، وجماهيريه في العالم كله بالظبط كده. فهنا وصلنا ايه؟ وصلنا لمرحله، وده ذكاء ايتو بقى، وهو نجح في الحته دي. قالك طيب، وبس اللي ترجمها له بعد كده روجيه ميلا، قالك هو شمال افريقيا كام دوله؟ ما روجيه ميلا ليه؟ قالك ان اعضاء المكتب التنفيذي بتاع شمال افريقيا كانوا مايلين يلغوا وكانوا زعلانين كده، انتوا عشان كده روجيه ميلا زعل. وعنده حق، بس عايز اقول له حاجه، ده بيبقى راي فردي يعني مش راي الشعوب اللي بتاعت شمال افريقيا يعني اذا لا كان بس هو بس بياخدوا قرار، في يونتي، في اتحاد. ما انا فاهم، بس انا اقصد المغاربه نفسهم كشعب مغربي او المصريين كشعب مصري او التوانسه كشعب تونسي عايزين بطوله تلعب، عايزين بطوله تلعب. بس ميلا قال كده بناء على البورد. وهنا غلط يا محمد. يعني انا الوم الجانب المصري حقيقه اللي بيمثلنا في الاتحاد، قصدك المهندس هاني بوريد؟ طبعا. لا طبعا، يعني انت لما بتبقى محتاجهم بتقعد تجري وراهم والاخره. تمام، النهارده هم محتاجين لك. تمام. وانت يعني انت افريقيا، ما انتش مثلا زي ما قالوا. تمام. احنا اوروبا. تمام. لا احنا افريقيا. تمام؟ لا، فمحتاج انك انت تقف معاهم. ان سامويل ايتو استطاع ان ينتزع خلاص نجح. الفكره نجح. طيب نجح. كابتن وليد بقى، شفت الماتشات النهارده ازاي؟ نخش بقى في الفنيات. النهارده الكاميرون مع بوركينا فاسو، ماتش كان متوقع ان يبقى قوي. كان متوقع يبقى قوي، وزاد قوته لما بوركينا احرزت الهدف الاولاني، وطبعا ده كان غير مصدق او غير كان في اندهاش كبير. بالظبط كده، جمهور الكاميرون والكاميرون ومنتخب الكاميرون. لكن انا شايف اللي لسه دي بدايات او المنافسه، شايفها ان الاسم حتى لو منتخب ضعيف مش معنى كده اللي انت هتنزل تكسبه او اللي انت بس بوركينا منتخب مش هين، خد بالك. بس كان بقاله فتره احنا كسبناهم في 2017 17 ركلات جزاء بوركينا فاسو. لا احنا لعبناهم في 2017. انا مش فاكر. مش صح يا جماعه، لعبناهم وكسبنا ضربات جزاء بالعافيه. مش عارف، بس هي تفتكر الحضري ما فيهاش، كان قبل نهائي سيمي فاينل. ما فيهاش خسرنا في كبار محترفين في اوروبا. قصدي يعني اللي هو مش زي الكاميرون. الكاميرون فيها لعيبه وفيها نجوم في انديه كبيره على مستوى اوروبا طبعا. بوركينا فاسو قليل جدا اللي هو يبقى فيها لعيبه معروفه. لكن عارف منتخب بوركينا في اتنين بيلعبوا عندنا هنا؟ مين؟ اللي هو سيمبوري، اللي هو سعيد سيمبوري ده بتاع الاتحاد. وعندك إريك تراوري بتاع إريك تراوري. صحيح.
الاسماء يعني مش في اوروبا يعني، انا قصدي يعني هو في الاخر كاسماء اقل من الكاميرا. اه بالظبط، لكن بقاش. لكن برضو 2-1 دي برضو مش نتيجه كبيره للمنتخب الكاميرون. منتخب كبير زي الكاميرون فيه لعيبه كبيره جدا، جولين كمان ضربتين جزاء. فاعتقد ان مهما كان الفرق او المنتخبات اسمها قليل في الكوره، ده مش معناه انت هتكسبه. يعني بمعنى ان البطوله دي قويه، الفرق الصغيره ممكن تدافع طول الوقت وفي هجمه تجيب في هدف. فهي نصيحه او شايف ان منتخب مصر يعمل حساب لاي مباراه مهما كان المنتخب اللي انت بتلعبه ضعيف او مش كبير وصغير، مفيش كبير وصغير. فالبطوله انا شايفها قويه لحد دلوقتي، ان انت انطلاقه قويه يعني. صحيح يعني انا شايف كده، ان لكن الفنيات لسه ما جاتش يعني، طبيعي الفنيات الكبيره لسه اول مباراه. وخد بالك انه الاستعدادات المنتخبات كمان ما كانتش بالقدر الكبير او الكافي او المعسكرات. صحيح طبعا، لان صحيح. الكورونا مفيش عارف تعمل ماتشات وديه والمنتخبات كلها تقريبا ما عملتش ماتشات وديه. اغلب اللعيبه برضو استاذ محمد، احنا بنتكلم على التوليفه للمدرب المنتخب، لكن اللعيبه اجمالا كلها بتلعب في دوريات طبعاً اوروبا طبعاً. فهي جاهزه نفسيا وبدنيا. لكن حته التكتيك بقى بتاعت المدير الفني بتاع المنتخب هو اللي يقدر بيفرق بقى. دي الانسجام او الماتشات الوديه اللي حضرتك بتقول عليها. كابتن اسامه، المباراه عجبتك كاميرون وبوركينا؟ طبعا انا عجبتني، لان المباراه كان فيها بدنيا قوي جدا. بالظبط كده يعني. انا بتفرج على مباراه فيها احتكاك قوي، وفيها احتكاك يعني تكلم على خطر يعني. لا احتكاك صحيح يعني. قوه جسمانيه عاليه جدا في الفرقتين. عضلات ايه وبتاع ايه؟ لا قوه جسمانيه، فده مردوده هيبقى قوي جدا. وده برضو لازم يخلينا نفكر في التكوين البدني بتاع اللاعب المصري، بتاع لاعبتنا في مصر. فبالتالي انا بتفرج على مباراه النهارده، بوركينا فاسو بيلعب كانه بيلعب في ملعبه، وجاب جون اولاني، هو جاب الهدف الاول كل جرأة يعني، وبيلعب مفتوح. فبالتالي انت بتتفرج على 24 هو جايب الهدف الاول بدري. والكاميرون جايب جونين من بينالتي، ضربات جزاء 40 و45. بالظبط. فبالتالي بنتفرج على فرقتين قوه بدنيه عاليه جدا. ما فيش فنيات بالمعنى ان انا عايز اتفرج على فرقه يعني ايه بترسم اسلوب لعب داخل الملعب. لا، النهارده اتفرجت على مباراه فيها قوه وفيها سرعه. قوه وسرعه. وبعدين لاحظ يا محمد، فنيا حتى، ان الفرقتين بيلعبوا اختراق عمقا. اختراق عمقا ده معناه ان هو عايز يلعب كوره سريعه عشان يوصل لمنطقه ال 18. مش بيلعب بقى علشان خاطر يرسم الملعب ويبتدي، على عكس لعب الافارقه وهما بيلعبوا مع انديتهم في اوروبا. تاخد بالك؟ لا، في اوروبا في تحضير وفي تفكير وفي حاجات كتيره. لكن لما بيرجع يلعب مع منتخب بلده هنا الفكر بيتغير. وده اللي انا لاحظته جدا النهارده مع الكاميرون، مع الكاميرون وبوركينا فاسو الفرقتين، ان هو بيلعب عايز يلعب كره سريعه. وهنا نجاح الفرق المصريه امام الفرق الافريقيه. احيانا في لحظات ما اثناء المباراه دفاعيا بيبقى فيه عشوائيه في اداء الفرقه، ده نجحنا. بس خد بالك انه الكلام ده سليم، بس ده بيحتاج برضو منك قوه جسمانيه برضو. يعني انت مش لازم تبقى زيهم، بس على الاقل قريب منهم على الاقل. طب خلينا نشوف الكاميرون قبل المباراه قعدوا يرقصوا لعيبه الكاميرون ويرفعوا الضغوط عن نفسهم قبل هذه المباراه ازاي. شوف كده.
مش هتلاقي الحاجات دي غير في افريقيا. خد بالك هي في افريقيا معروفه طول عمرها اللي هو حته الراس وحته زي ما كابتن اسامه قال البهجه، وبعدين بيشيلوا الضغوط من عند. وخلي بالك برضو استاذ محمد الفكره دي جايه من اوروبا برضو، اللي هو احنا لو عملناها في مصر زمان يتقال انت مش مركز في الماتش، انت واقف مفروض داخل لازم تركز لازم تبقى فليه يعني. الفكره ان انت داخل مباراه بركز في الملعب، انا اللي بره الملعب انا بشيل الضغوط من عليا. بس هو التركيز مخزر، التركيز مخزر زمان كان يتقال. بس هو علوم التدريب يمكن كنتوا عارفين طبعا اكتر مني، في حاجه اسمها حمى ما قبل البدايه اللي هو ممكن يجي لك من كتر التركيز فيجي لك الرهبه اللي تخليك متوتر فادائك يقل 80% ولا 60%، فلازم تخرجهم من هي دي بتشيل الرهبه بس من التوتر ده. بس يا محمد مش مع كل الفرق. تعال نرجع بالذاكره كده مع بعض شويه. البرازيل البرازيل اعظم فريق في العالم، تمام؟ قبل المباريات بتاعتهم في بطولات كاس العالم كان عندهم الرقصه بتاعتهم الشهيره للسامبا ويرقصوها في الملعب. ده نمط شخصيه البرازيل، يعني انت بتتكلم على شخصيه بلد. ممكن يرقصوا كده بعد المباراه، انا اقصد ان هو قبل المباراه هدفه بيشيل ستريس. لكن استرس الاوروبيين مش كده. الاوروبي تلاقيه جد جدا، تلاقيه مركز جدا، تلاقيه يعني كل فكره في البوزيشن بتاعه وفي الطريقه اللي هيلعب بيها المباراه تركيز. عايز اقول لك محمد صلاح قال في تصريحات له انه من ضمن الحاجات اللي اتعلمها ان هو بيعمل سيناريو للمباراه في راسه كتر التركيز. تركيز يعني بيحلم. حصلت لك دي؟ بتخيل انت قبل المباراه فعلا انت بتتخيل. لا وانت نايم كده فتتخيل ليله ماتش مهم مثلا. طبعا دي موجوده اللي انت يعني دي حاجه مش جديده. انت انت عارف الفريق اللي انت بتلعب متوقع فين والكره جات لك ازاي، مين اللي جات لك الكره على يمينك هتعمل ايه وعلى شمالك. انت بتحط سيناريو عشان اللي انت بتحطه ده هيحصل في المباراه، كده كده هيحصل في المباراه. فعايز ارجع انت بتستفيد بالسيناريو. طبعا عايز ارجع لحته كنا في 98 في بوركينا فاسو، ما كانش لسه طلع الوكمان اللي هي تمام. فانا رايحين كنا كان لسه طالع كابتن جوهري كان لسه طالع جديد كان لسه طالع، كان الجهاز كده تحط فيه شريط صوت وتحط بالظبط. فاحنا رايحين ماتش بوركينا فاسو، سماعات الهاند فري. فانا حاطط السماعه وقعد في الباص وكان قدامي الكابتن هاني رمزي بعد وانا حاطط كان لسه جديد بقى ما حدش. فقال لك ايه ده شيل اللي انت اللي في انت مش مركز انت في ايه كده زي ما بقولها كده دلوقتي فاللي هو والله يا كابتن اسامه يعني انا معاك دلوقتي خبيت هو كان حاجه جديده ده كابتن جوهر اللي قال لك كده الله يرحمه كابتن علاء نبيل شوف مش في دماغه تسمع ايه لا والله كنت بسمع قران بتسمع قران والله بسمع قران بس ما حدش عارف بقى ان انا بسمع قران فكرتني بحاجه فكرتني يا وليد بحاجه جميله جدا انا كنت كابتن منتخب مصر وكنا تقريبا يا في تنزانيا او في كينيا وعملت ايه يا محمد علشان يبقى في روح وانا الكابتن جبت معايا شرايط وطنيه واول مره كان منتخب بس عشان الناس تفهم في اجيال ما تعرفش يعني شرايط استديوهات يعني اقدم حاجه عندهم استديوهات دي اقدم حاجه في اجيال دلوقتي الشريط اللي هو الكاسيت زمان في حاجه اسمها الشريط كده في بتاع بني كده كنا بالقلم نلفه والله لو تفتكر نرجع الشريط ونقدمه فكان بيبقى عليه اغاني بيتحط في الكاسيت بديل ما كانش في انترنت بقى ولا يوتيوب ولا بتاع ولا كلام لا 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 ده الكلام كانش في انترنت اصلا محمد اتكلم في السبعينات يعني بس بعرف الناس السبعينات اتكلم على اكتر من 45 سنه مثلا ولا بتاع بدايه السبعينات تمام فايه جبت الشرايط بتاعت بقى عبد الحليم حافظ و الاغاني ام كلثوم الاغاني الوطنيه بتاعتي وما قلتش لحد واحنا راكبين الاتوبيس ورايحين التمرين اول مره فقلت للسواق اللي هو سواق الاتوبيس احنا عايزين نسمع الشريط ده فشغل الشريط اللعيبه فوق هم مفكرين بقى ان انا جايب اغاني بقى انت واخد بالك احنا لعيبه كوره بقى انت فاهم فايه لقوا لا ده شريط اغاني وطنيه عجبتهم جدا جدا خلي السلاح صاحي بقى وخلت في نوع من الحماس وكسبته ولا هنا التركيز في تنزانيا كنا في زامبيا كسبته ولا زامبيا اتعادلنا 1-1 وزامبيا كانت فرقه كويسه قوي اتعادلنا في المباراه دي انت لعبت كام بطوله كاس امم يا كابتن؟ لعبت اثيوبيا الحبشه 76
76 قعدنا في ده احنا سافرنا اثيوبيا قبل بدء البطوله بشهر، وكان غريبه جدا قال لك على شهر. قعدت شهر هناك والله يا محمد، شهر قبل البطوله، شهر قبل بالجمل. طب انت عارف ليه؟ ليه ليه شهر؟ ليه قول لي ليه؟ كتير قوي شهر. شهر وكان غريبه جدا علشان خاطر انت عارف اثيوبيا مرتفعه عن سطح البحر وبالتالي الاكسجين مشكله كبيره. قال لك لا يعني هنا وقتها شهر. شهر يعني اثيوبيا نزلت دلوقتي يعني ما لسه مرتفعه زي ما هي ما اعرفش. بس هو ده كان الواقع في الوقت ده. كان معانا بقى كابتن محمد جندي الله يرحمه، وكان طب عملتوا نتيجه ايه في البطوله دي؟ لا البطوله دي احنا ما وصلناش للنهائيات، وكان جيل السبعينات كان جميل بس للاسف الشديد يعني دور 8 مثلا دخلنا دور الثمانيه دخلنا دور الثمانية بس بعد كده بقى كان في بقى غينيا مثلا كان اكيد مليتوا انتوا في الشهر ده. ملينا جدا بس قال لك لا علشان تاخدوا على الجو على الجو والاكسجين. ده دول كانوا بيروحوا قبلها خمس ست ايام لا ده قعدنا شهر شهر في اديس ابابا. لعبت كام كاس يا كابتن وليد؟ لا انا لعبت واحد بس 98 مع الكابتن جوهر. مع الكابتن جوهر رحمه الله عليه. وكان انجاز، كنا رايحين البطوله نفس الاجواء يعني بتاعت دلوقتي اللي انت لعبتها خدت الكاس. نفس اجواء دلوقتي اللي انت المنتخب رايح. بس ما سافرتوش قبلها بشهر. احنا رحنا قبلها تقريبا باسبوع تقريبا 10 ايام حاجه كده. لكن انا عايز اقول ايه، الاجواء بتاعت 98 واحنا رايحين البطوله زي دلوقتي من الناحيه الفنيه. يعني احنا واحنا 98 كنا احنا رايحين وما كانش في امل، يعني الاعلام كان بيقول لا احنا هنطلع. انا فاكر قال هناخد 13 نفس اللي كروش بيقولوا كده. هنطلى من اول دور او هنعدي. هو قال كده صرح كده كابتن جوهر قال هناخد مركز 13. هو قال كده فعلا. انا فاكر فعلا قال مركز 13. الناس وقتها كمان بتطالب بعد حسام حسن واعتزال حسام حسن لان ما كانش كان قعد فتره كبيره جدا ما نجيبش جوان كده. انا المرشح اللي كنت بقى يعني انا كنت بديل كابتن حسام وكابتن حازم على طول. فالاجواء دي دلوقتي انت المنتخب برده في مش كل الجماهير المصريه لكن في قاعده عريضه بتقول ان المنتخب مش هيعمل حاجه. نفس انا شايف ان هي نفس الاجواء نفس الاجواء بتفكرك بيها بتفكرني عندما تعمل اسقاط يعني ان احنا ممكن ناخد البطوله. وارد جدا وارد جدا. طب نخش بقى على منتخب مصر، انت شايف كده منتخب مصر من يعني مرشح قوي للفوز؟ بس اشتغل صح، هو مرشح قوي لكن اللعيبه تبقى عارفه وواثقه في نفسها. لكن اللي مخوفني الطريقه اللي هي 4-3-3 ان كروش او اللعيبه مش حافظاها لسه او بتاديها ماتشات في كاس العرب زي ما شفنا بطريقه معينه، زائد ان انت المحترفين ما كانوش معاك في كاس العرب برضه ما شربوش بالظبط. فانا حاسس ان الطريقه دي هتبقى مشكله شويه مع اللعيبه، لكن اللعيبه لو خدت وقت وحافظت الطريقه دي هتاديها بشكل كويس. لان انت عندك العنصر البدن عندك كويس جدا، عندك الذكاء طبعا في الملعب، الجاهزيه موجوده، لكن التنفيذ او اليه تنفيذ 4-3-3 وخصوصا من الثلاثه في نص الملعب والثلاثه اللي قدام في حاله الدفاع وحاله الهجوم دي تفرق مع منتخب بشكل كبير جدا. كانت محتاجه تجهيز اطول وحفظ اكتر. طب كابتن اسامه هاخد من كلام كابتن وليد، هل ده معناه ان احنا من حظوظنا ان انت عندك ثلاث ماتشات في الدور الاول؟ ايوه. وعندك منتخبين غينيا والسودان انت افضل المفروض. ايوه بالظبط. ونيجيريا اول مباراه. هل التجهيز اللي بيقوله كابتن وليد واستيعاب الفريق لافكار كيروش هيبقى مفيد لينا الدور الاولاني كانه تجهيز للفرقه للادوار الاقصائيه بعد كده؟ بدون شك يا محمد. يعني انا لما افكر في منتخب مصر بعقليه كيروش لازم احترم كيروش. ليه؟ لان كيروش مش بيلعب بافراد او انديفيدوالز، لا طريقه تفكير كيروش جماعيه طول جدا الوقت. جماعيه حتى في تصريحاته حتى في كلامه جماعيه. ده مش يتكلم على لعيب. لا ما يتكلمش. وده الصح يا محمد. هو عنده النجم النجوم محمد صلاح، يعني سواء يعني اتفقنا او لم نتفق هو نجم النجوم. تمام. لكن في نفس الوقت انا عندي فريق، لان انا عندي فرقه عايز يكسب بيها وعايز ياخد بيها البطوله. تمام. فهو تركيزه على العمل الجماعي، خلي بالك ده رقم واحد. في هدف، وفي هدف قوي جدا ان تثبيت الفرقه دي على اساس ان هو يمشي بيها لغايه كاس العالم. خد بالك دي طموحات بقى. كيروش نجح في ان هو يرتفع او يرتقي بطموحات اللاعب المصري الدولي بطريقه عاليه جدا. ده مطلب مهم جدا من الناحيه الفنيه. ارتفاع الطموح، الطموحات تبقى عاليه،
ليه بقى؟ لان مشكله اللاعب المصري في السنين اللي فاتت طموحات قلت جدا. لا هو النهارده بيعمل عمل جماعي، بيبني فرقه لمصر بصرف النظر هو هيلاعب مين. انا اتصور كناحيه فنيه كراجل يعني في الفيلد ده وممكن اقرا الملعب على طول، ان هو كل تفكيره مرحلي. هو ما بيتكلمش ان هو عايز يوصل للنهايه، هو بيتكلم النهارده بيبني، النهارده هيلاعب كذا، فبيبني مرحلي لغايه ما يوصل للنهايه. وده ذكاء لان هو عنده مجموعه من اللاعبين، في تصوري هو ده الاساس، هو يعتمد على اللاعب المحترف في اوروبا. ودي هو مقتنع 100% مقتنع ان وفي اوروبا انا معناه في مرحله افضل، يعني راح اتنقل نقل افضل وطموحاته اعلى. انت اللاعب الكره عباره عن مجموعه طموحات، لو طموحات دي اتقلت يبقى انت كده ما تتفرجش على لاعب كره، انت بتتفرج على شخصيه هزيله جدا جوه الملعب او مش لاعب دولي. بالظبط، مش لاعب دولي. لكن لا، انت طموحاتك النهارده انك تبقى متواجد مع الفرقه وتاخد بطوله بصرف النظر عن هو بيقول ايه. لا انا مش مهيئ للبطوله او اي الكلام ده. تمام. ممكن اعلاميا، لكن على الترابيزه كلام تاني. طب انا هاخد من كلام الكابتن صوم، من كلامك اللي انت بتقول لي الكابتن جاري كان بيقول كده، بس في الكواليس معاكم اكيد ما كانش بيقول كده. لا ما هو يعني هو كان بيقول في الاعلام انا مش رايح انافس وهناخد مركز 13، والاعلام كان قاعد يقول منتخب مصر مش رايح يعمل حاجه وهجوم وبتاع وقتها، صحيح كده؟ لكن في اجتماعاته معاكم الكابتن جوهري اكيد ما كانش يقول كده. لا ما هو ما كانش بيقول احنا ناخد بطوله، لكن هو برضو زي ما الكابتن اسامه قال، هو مرحلي، انت بتلعب مباراه يعني شوف حضرتك يعني وانتوا رايحين البطوله مثلا مسافرين اول ما وصلتوا في اجتماعاته كان بيقول لكم طموحاتنا رايحه فين؟ لا اللي هو هقول لك كيروش قال ايه للعيبه النهارده؟ نأدي يعني انا بتكلم اللي هو لو عامل ميتنج او اجتماع في اول مباراه طبيعي جدا ان انت عايز تكسب او هتأدي بشكل كويس. فانت كسبت اول مباراه يعني ما كانش بيقول لكم احنا جايين نكسب، لا جايين نحقق لقب او جايين ننافس. لا كان صعب، هو صعب وما فيش مدرب كده يعني، حتى كيروش او حتى اقوى منتخب موجود في البطوله عمره ما هيقول احنا جايين ناخد البطوله على طول كده. انت بيني وبين اللعيبه انت مرحلي، بتاخد اول مباراه، عديت اول مباراه، عديت الدور الاولاني. كيروش قعد مع اللعيبه قال لهم انا بقول الكلام ده في الميديا بس. لا هو ده غلط مش صح. ده الوقت المهم ان احنا نيجي ان احنا في نثبت ان احنا افضل لاعبين في القاره، هي المرحله دي قال لهم كده. انا كنت مختلف في حته التصريحات بتاعت كروش اللي هو بيقول انا ماليش دعوه بكاس الامم ومفروض كاس العالم. انا قلت ان او قلت تصريح يعني ان اولا المدرب اللي هيجي يشتغل ب 4-2-3-1 الطريقه اللي احنا حافظينها بقالنا سنين، لا ما تجيبوش، ملوش لازمه، لان فنيتها او تحركاتها او التكتيك بتاعها داخل الملعب محفوظ. فانت مش تعمل اضافه، الاضافه الوحيده اللي هتعملها ان انت ممكن تجيب لعيب من هنا او لعيب من نادي ما كانش فلان تحط مكانه فلان، لكن تجيب واحد هيشتغل بعقليه يطور ان احنا كشعب مصري محب الكره ان احنا ما نشوفش رقم 10 ده متعود عليه. يعني احنا كشعب مصري احنا متعودين ان رقم 10 طول عمرنا البلاي ميكر ده اللي هو البلاي ميكر. هو يعني البلاي ميكر ده مش موجود، الكره مش هتروح الجون. يعني هو اللعيب اللي هيوصل الكره للجون المنافس؟ لا طبعا. فالراجل ده جه غير الشكل واشتغل بثلاثه احنا مش متعودين عليها، فلازم نتقبل الاداء ده، لان الاداء مش هيبقى هجومي طول الوقت زي 4-2-3-1. تمام، ده لازم نفهم كده. لكن كروش لما قال انا جاي انا اوصل كاس عالم مش كاس امم، ده تصريح خاطئ من وجهة نظري، لان انت دلوقتي بتتكلم على وانت في البطولة اصلا انت بتهمد لعبتك، انت بتهمد المنتخب بتاعك او الرأي العام. وبعدين لازم ناخد من التصريح ده، انت لما جيت اتعاقدت انت اتفقت على ايه لما كنت بتمضي العقد اللي انت توصل كاس عالم؟ انت بتمرن منتخب مصر، مش محتاج في العادي يكتب لك ان انت هتنافس يعني؟ لا هو مش مطالب. صح، هو مش مطالب. لا هو كابتن اسامه انا بتكلم في حاجه اللي هو لما جيت في الاول التعاقد معاه اتقال له اللي هو توصل كاس عالم، نسي اللي فيه في النص بطوله افريقيا كاس امم. فانت الراجل عشان كده قال انا دي مش سؤال اللعيبه النهارده. انا بقول ده في الاعلام فقط. هو قال كده طبعا. محمد يعني اصل المدير الفني ونص المدرب بصفه عامه، ما انت لازم تفكر برضه في شخصيه كروش. يعني شخصيه جاده جدا، ملتزم جدا، منظم جدا،
يعني انا شايف في مقاومات يعني فعلا الكره المصريه محتاجاها جدا جدا شخصيه منظم ده بيقوله بروفيشنال. انا بقولها من غير ما تسال كشواهد من غير ما اسال يعني الطريقه البادي لانجويج بيعرف يخش اللعيبه وبيعرف يخش في دماغهم. هو ده المطلوب يا محمد. هو ده المطلوب النهارده كبيره برضه. لا يعني انا اقصد اقول لك ايه يا وليد، اللاعب المصري اتعود على عشوائيه في التعامل. صحيح. تمام. الراجل ده جه بدا ينظم الامور بطريقه صح. النهارده تفكيره مرحلي، لكن هو عنده حاجه مهمه جدا، هو عنده لاعب لكل لاعب. خد بالك انت لعيب كوره، انا لعيب كوره، محمد لعيب كوره. تمام. لما بيبقى في واحد بيسموها نوكينج اون ذا دور، بيبتدي يخبط لك على الباب، انت كلاعب عارف ان انت في موقف في ثانيه لازم هتموت نفسك عشان تحافظ على مكانك. انت مين؟ هو عملها. تمام. هو عشان كده هو قال لهم لا، المسألة مش مسألة إعلام وميديا ومش هو بيتكلم شغل للإعلام. بيتكلم للإعلام لأن الإعلام انتمائي وضع طبيعي. عموما انتوا تكونوا معانا بقى يوم الماتش يا حبيبي. يعني الماتش يوم الثلاث ان شاء الله مش كده بقى؟ عشان نشوف كلامكم هيطلع ايه. والماتش يوم الثلاث ان شاء الله. انت متوقع له ايه قبل ما اختم عشان هتتحاسب على الكلام ده يوم الثلاث؟ النتيجة يعني هنكسب ان شاء الله نيجيريا. لا قادرين يعني هنكسب. ماليش دعوه هنكسب كابتن وسام. لا طبعا اللاعب المصري بينجح مع لاعب افريقيا بيعتمد على عشوائيه، احيانا في عشوائيه في الدفاع للفرز. أيوة. بس انا دي مع حته ذكاء من صلاح كده وكده وبتاع محمد خطفه. فانا انا مش قلقان على منتخب مصر حقيقه. تمام. طيب كابتن اسامه، انا يعني الوقت معاك بيجري كالعاده بسرعه. نفس الكلام كابتن وليد عبد اللطيف. الوقت بيجري بسرعه لان احنا بنتكلم، احنا قاعدين ايه مع الناس في البيت. طبعا. لا طريقتك انت كمان حلوه حقيقه، يعني بنضحك وبنهرج وبنتكلم. يعني استاذ محمد ده يعني حاجه كده يعني حته كده بعيده يعني. ربنا يخليك. الله يخليك. بكره المؤتمر الصحفي لمحمد صلاح مع كيروش الساعه 1 الظهر، والتدريب ان شاء الله الساعه 1 وربع الظهر، والتدريب الساعه 5 باذن الله بتوقيت القاهره. وتكونوا معانا يوم ماتش مصر طبعا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكركم. شكرا جزيلا كابتن اسامه خليل. شرفتنا ونورتنا. كابتن وليد عبد اللطيف المهاجم الكبير شرفنا. انا بس عايز يعني بشكر حضرتك ان انا قعدت مع كابتن اسامه. يعني لا ده انا كابتن اسامه رمز كبير ومهاجم عظيم وتاريخ عظيم. طبعا والله بجد يعني. الله يخليك يا اسامه. كده احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.